بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأب ديال صهيب اللي توفى في حادثة السير اللي كان في طريق تمنصورت حدا صفية نهار 12 غشت، اللي نتج على الحادثة أربعة ديال الناس، منهم الإبن ديالي والسيدة اللي كانت معاهم، حتى هي كانت حامل، هي 5 ديال الأرواح. يعني كانوا غاديين في أقصى اليمين ديالهم، جايين بسرعة يعني عادية، حتى خرج لهم هذاك السيد ديالهم في الاتجاه المعاكس، جا في الاتجاه المعاكس، ولدي فرانا في البلاصة في أقصى اليمين ديالو، هذاك جا دخل فيه. أنا ما عرفتش علاش، واش هاد الشي هذا واش مقصود ولا، يعني هاد الشي خصو يكون فيه تحقيق، لأن الأمر ماشي سهل، ماشي سهل. يعني الله المستعان، هاد السيد هذا قتل لنا هاد الابن هذا، هو درعنا اليمين، هو اللي يعني كان مهز العائله كلها، هو اللي كيصير راه بشهاده الناس وشهاده المقدمين ديال الحومه وكل شيء، بالله هو اللي كان خدام في المحل. انا عييت، ضرني ظهري، ما بقيتش نقدر نخرج، يعني ولا خدام. ودابا الله المستعان، حنا بغينا حقنا من عند الناس هادو، بغينا حقنا منهم، يعني بين القانون ينصفنا. بالتالي شي ناس تيدوروا لي التليفون، تيساوموني في ولدي، تيقولوا لي انهم برنامجيين وما عرفت كاع شكون، وانا ما عرفتش شكون هما، تيعيطوا عليا تنجاوب تنلقى، تيقولك حنا راه من طرف فلان وكذا، الا بغيتي تدير لنا تنازل غادي نعطيوك، وغادي يعني تيقدموا لنا شي مبالغ ماليه، وحنا داك الشيء ما عندنا ما نديرو، حنا ما غادي نبيعوا دم ولدنا حنايا بالمال. يعني حنا بغينا القانون يخبط لنا حقنا فقط، القانون داك الشيء اللي دار، حنا بغينا القانون ديال حكومة جلالة الملك نصره الله، حنا ما بغيناش حنا نخرجوا من هذا الشيء هذا. يعني وهاد الناس هادو ما عرفتش انا، وبالتالي ولاو تيهددونا بشي امور ماشي ما لا يعني بلا ما نذكروا كاع داك الشيء، يعني امور خايبه كاع، وحتى وصلنا لشي كلام اللي ما خصو كاع يتقال. ولكن حنا ما عرفناش شكون هما هاد الناس، تيعيطوا لنا في الهاتف، تيعيطوا لنا في الهاتف في الواتساب وداك الشيء، تيعيطوا لكم في الارقام، تيعيطوا لنا في او لا مضرق. لا مضرقين الارقام، مضرقين الارقام، ما تيبينوش الارقام، الارقام اما بريفي باش يعيطوا. حتى ولد دابا انا البريفي ما بقيتش كنجاوب عليه كاع، لان تعقدت من هاد الامور هادي، عقدونا هاد الناس، ما عرفناش شكون هما، ما بقيناش كنجاوبوا، تعيط لنا كاع شي حد دابا بريفي كاع من العائله، ما تنجاوبوش باقي. بالتالي حنا بغينا الله يجزيكم بخير، القانون ديالنا ياخذنا الحق من هاد الناس هادو.